يا حافظا لكتاب الله أي مدى يضم وجهتك الخضراء للعربي. يا حافظا لكتاب الله أي مدى يضم وجهتك الخضراء للعربي. مرت عليك رؤانا فانحدرت لها صوتا يعلق نور الله في الهدب. مرت عليك ويوما بعد يوم تشتد المنافسة في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم بدورتها الثانية، وها نحن الآن على مسرح ندوة الثقافة والعلوم بدبي نتابع وننتظر لمعرفة نتائج ومخرجات هذه المسابقة. مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم مع هذه الرسالة اليومية. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سعيدة جدا بمشاركتي في هذه المسابقة، وأشكر خاصة المشرفين عليها والمسؤولين، صدقا يعني سمعت عنها الكثير، والمعروف عندنا في تونس أنها أفضل مسابقة دولية، لكن أبدا لم أتوقع بأنها في هذا المستوى من التنظيم والكرم والفرح. فرحوا بنا جدا. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. جئت لأشارك في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وأن يوفق جميع المتسابقات وأن يطيل في عمر الشيخة فاطمة بنت مبارك على هذه المسابقة القيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. المسابقة طبعا متميزة فريدة من نوعها في العالم، كاهتمام وكحوافز وكدعم من القيادة الرشيدة. الحمد لله تقريبا قرابة 75 دولة مشاركة، وهناك منافسات قوية صراحة تفرح القلب يعني وتثلج الصدر وتبشر بالخير يعني في هذا المجتمع وهذه الأمة يعني إن شاء الله مباركة إن شاء الله بإذن الله. نسأل الله التوفيق للجميع إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل كذلك من الجميع كجائزة وكتنظيم للمسابقة ومتسابقين أجمعين. يا حاملا لكتاب النور أجنحة ترف حولك بالله
الأضواء في لجبي حناجر السحر الفضي نازحة إلى محياك في أعراسها القشبي حناجر السحر الفضي نازحة إلى محياك في أعراسها القشبي إلى محياك في أعراسها القشبي يا حافظا لكتاب الله أي مدى تحظى جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بكافة فعالياتها بتغطية إعلامية متميزة خلقت شراكات استراتيجية مع العديد من القنوات التلفزيونية والإذاعية والصحف المحلية والعالمية ومواقع التواصل الاجتماعي وموقع اليوتيوب وقد دأبت مؤسسة دبي للإعلام على نقل فعاليات الجائزة على الهواء مباشرة من خلال قناة نور دبي وقناة الجائزة وهذا ما نراه حاليا من نقل لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك بدورتها الثانية وبث الرسالة اليومية لفعاليات المسابقة مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم لا تقل أهميتها عن المسابقة الدولية التي تقام في شهر رمضان للذكور خاصة أنها تحمل اسم أم الإمارات حفظها الله لذلك كانت توجيهات سعادة المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة الاهتمام الخاص لهذه المسابقة وأتاحت اللجنة المنظمة كافة الإمكانيات اللازمة للمركز الإعلامي من توفير أجهزة الكمبيوتر وكل احتياجات الصحفيين بحيث يقوم الصحفي بنشر الأخبار من مقر الفعالية بسهولة ويسر كما نقوم في وحدة الإعلام بتوصيل فعاليات المسابقة إلى جميع أنحاء العالم بالبث المباشر عبر قنوات مؤسسة دبي للإعلام أو قناة الجائزة أو عبر قناتنا في اليوتيوب أو حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي سناب شات وتليجرام أو فيسبوك والإنستغرام وخدمة الواتساب كما يتم إرسال جدول المتسابقات وخبر يومي عن فعاليات المسابقة مع صور المتسابقات ولقاءات خاصة بمتسابقات اليوم إلى أكثر من 370 جهة إعلامية ووكالات أنباء عالمية مختلفة باللغة العربية والإنجليزية بعد اعتمادها من رئيس وحدة الإعلام بالجائزة الإعلامي الأستاذ أحمد الزاهد من دجلة الخير لبينا لدعوتكم والقلب بالود والأشواق ملتحفا قلب العراق وإن حلت به حلك فيه الوفاء وفيه العزم ما ضعفا لك التحايا بقدر النخل في بلدي محمد الخير أنت الفضل والشرفا من آل مكتوم أورثتم هنا خلق قد مازج الطيب والمعروف مذ عرفا أسست للمجد إنجازا تنوء به تلك القوافي وهذا الشعر ما وصفا أم الإمارات كم يجنى لكم ثمر في موسم الخير أيام بها نقفا سحائب بركم غاثت حناجرنا أم رؤوم أشادت بها الأقلام والصحفا إن غابت الشمس في دنيا الورى زمنا فنور خيركم ما غاب وانكسفا تفنى الحياة ويبقى الخير ما بقيت تلك القلوب لآي الذكر ترتشفا مشاهدين الأعزاء هنا وبين أفرع الجائزة المختلفة نختتم رسالتنا لهذا اليوم وحتى نلقاكم في الغد مع رسالة جديدة تقبلوا تحيات اللجنة المنظمة بالجائزة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعلق نور الله في الهدب صوتا يعلق نور